الحمد لله رب العالمين. الإسماعيلي في الموسم القادم شايف الاستقطابات الجديدة إيه؟ والله الـ 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 المجلس عمل حاجة كويسة التعاقدات، بس أنا عاوز أقول لك هي مش بالكثرة. يعني النادي كان محتاج 4-5 صفقات سوبر. طب ازاي الخير خيرين يا كابتن؟ 10 ولا 9 والله. ازاي الخير خيرين يعني لو ده اللي جاي ده في صالح نادي الاسماعيلي تبقى حاجه كويسه. طبعا لو صالح الاسماعيلي حاجه كويسه. طيب. بس هي مش جنب، اقول لك يا استاذ محمد مش بالكثرة، السبب انك انت اللي هتجيبه مش هتقعده. لا طبعا. فانت اللي هتجيبه عاوز تلعبه. تمام. فانت لما تجيب الكميه دي كلها يبقى انت هتلعب الباقيين فين؟ لما تجيب 9 10 وبعدين اللي موجود عندك في النادي هتوديهم فين؟ لا في ناس هتستغنى عنهم وفي ممكن ناس تطلعها اعارات يا كابتن برضه. لا غير تستغنى عنهم، انت عندك باهر وعندك. لا انا بعيد عن باهر، يعني باهر برضه بيلعب في كم مركز يعني للباك رايت لو أيوة الجهاز جاي باهر يلعب سيد باك. انت عندك 5-6-7 اساسيين عندك. فانت على العموم هي حاجه كويسه يعني حاجه تشرف طبعا. طب كابتن سيد خلينا نقيم صفقه نعم. يعني خلينا نقيم الصفقات الجديده وحضرتك معانا وحضرتك رمز من الرموز الكبيره. اتفضل. يعني لو اتكلمنا في الاول مثلا عن محمود الشبراوي جناح ايسر الجونه. حاجه كويسه. طيب باسم مرسي مهاجم سيراميكا كليوباترا، انا شايف ان الكيمياء بتاعته ممكن تمشي مع الاسماعيلي. تمشي مع الاسماعيلي، بس كان ممكن اجيب، هو هتلعب كويس بس ممكن كنت اجيب افضل. طب التجولي ياو انور جناح ايسر اشانتي جولد الغاني. يا محمد مين اللي شاف الناس دول؟ ما انا بس يا كابتن ما انا بحرك يعني انا بسالك. طب ما انا بقول لك يعني اللي شاف أدرى. مين اللي شاف الناس دول؟ اللي جاب مجلس الاداره دول. يعني مجلس الاداره وهو اللي جايب الصفقات دي اكيد يا كابتن. ايوه هم ثلاثه اللي جايبينهم والثلاثه مسؤولين عنهم اكيد. تمام. طب انما شفت الناس دول فين؟ انت طب. عشان تجيب واحد افريقي لازم ابقى متابعه وشايفه، ولا انا بجيبه بس. طب يا كابتن لو كملنا مع حضرتك، سيبني اكمل مع حضرتك معايا على الشاشه كمان. خلاص انت قلت الافريقي التونسي فراس شواط ده مهاجم من صفاقس التونسي كويس ماشي، انت قلت على ده كويس ممكن انت تتابعه؟ لا مش متابعه بس انا عارف انه بيلعب، كان بيلعب في المنتخب التونسي. طب ماشي التونسي نور الزمان الزموري مدافع. انا ما شفتوش قوي بس لا يعني لما يكون لعبك التوانسه بيبقوا قريبين ليك انت عارف. طب حمدي النجاز معروف زمالك واهلي جده ثم زمالك ثم اهلي جده تاني، ظهير ايمن والترجي قبل كده الاهلي السعودي. تمام. الافواري عبد القادر كلوبالي مهاجم ده كروجر الافواري. ما انا بقول لك الافارقه انا ماليش دعوه بالافارقه. طيب صالح جمعه بقى. لا صالح جمعه ده هو المكسب وانا بهنيهم على وجوده. بتهنيهم على وجوده؟ امال ايه؟ تمام. امال ايه دي حاجه كويسه، صالح لعيب كويس وهيجي طبعا هيعوض الفتره اللي عادها واللي كان وحش فيها هيكسر الدنيا. يعني دي نقدر نقول اخر فرصه لصالح جمعه للعوده مره اخرى لصالح جمعه. طبعا هو اللي عاوز يعود للملاعب ويبقى نجم ويرجع تاني ناديه هيشد حيله. مين المدير الفني الجديد اللي ممكن يكون على مستوى الاسماعيلي وادارته وجماهيره؟ مصري لا اجنبي. مصري لا اجنبي. كده قولا واحدا يعني. طب زي مين يا كابتن سيد؟ المدرسه اللي تحبها تبقى موجوده لتدريب نادي الاسماعيلي. بص احنا اللي عندنا احنا الاسماعيلي انت عارف لعبه صغير زي البرازيل والحاجات دي. اللي المقرب لينا اول البرتغالي. تمام. بس انت لما يبقى عندك سيد عبد الرازق بيشتغل مع الاتحاد واشتغلت مع بنجادة، لما تيجي تجيب مدرب من البرتغال لازم تاخد رأيي. طب ما انت جبته كريستوفاو ساعة ومشي الراجل. لا انا على الهوا، ما هم بيجيبوا الاسماء. اما انت عارف انت ما بتكملش الطبخة كويس. انت مستعجل. سؤالك يا سيد اسمح لي، وحضرتك راجل خبير كبير في كره القدم وانا يعني انت كمان يعني انا انت عارف انت من الناس المفضلين عندي بصراحه من نجوم نادي الاسماعيلي. يعني انت بتجيب مدير فني اكيد قريت السي في بتاعه. نعم طبعا. انت اسمح لي اكمل حضرتك يعني فضل. انت اعلنت والاستاذ يحيى الكومي يعني كنت موجود في البرنامج وعمل معانا مداخله وقال ان هو راجل مدير فني برتغالي وشويه شالوا هل لهجوم السوشيال ميديا، هل السوشيال ميديا والجماهير هي اللي بتتحدد من هو المدير الفني او اللاعب في الفتره اللي فاتت؟ طبعا لانه بياخدوا على الفيسبوك. لا ده غلط. ده مش هو غلط طبعا. بص انت طالما انت نضيف ما تخافش. لا
لو انت ما طلبت لازم تخاف. طب مين اللي ماشي حبس الجمل، السوشيال ميديا ولا الاداره؟ الاثنين. الاثنين. طب تميل يعني حمزه الجمل وحسني والجهاز اللي معاه عملوا من الفسيخ شربات، نادي كان بيصاب. لا بص يا محمد، ما فيش حد عمل الفسيخ شربات، بس احنا بس حمزه كان حظه كويس مع النادي، عشان نبقى بس منطقيين، اللي عمل للنادي جماهير الاسماعيلي. لا انا قلت على فكره كابتن، على فكره كابتن سيد، قبل حضرتك ما تدخل قلت ان من ضمن الانديه اللي كان ليها يعني افضليه في البقاء كان وراها جمهور كبير، اسماعيلي، محله، اتحاد، مصر بورسعيدي. قلت ايوه جماهيريا تمام، بس برضو في رؤيه فنيه في الملعب. معلش انا ما انا نمره واحد، نمره واحد ما اختلفناش، الجماهير على راسنا وكره من غير جماهير تمام متشافش. وبعدين الجهاز الفني، الجهاز الفني بس نمره واحد مين؟ الجماهير. خلاص يا كابتن انا قلت الجماهير تمام، نمره اثنين بس حضرتك الجهاز الفني، نمره ثلاثه اللعيبه سوقوا نفسهم كويس تمام. اهي معانا جماهير الدراويش اهو، الجماهير الكبيره العظيمه خدت بالك يعني. نمره طب انت صريح وصواريخ بازوكا مع كنت مع بقاء او رحيل حمزه الجمل بامانه دلوقتي؟ ظلموه، لازم كان ياخد فرصه، احنا في اول الدوري ظلموه. امال ايه؟ ياخد فرصه، لازم ياخد فرصه من اول الدوري. طب سؤال يا كابتن سيد، كابتن سيد هل ما فيش لجنه حكماء من قدامى لاعبي الاسماعيلي اللي هم اساميهم كبيره، كابتن سيد عبد الرازق، كابتن علي ابو جريشه، اسمه كابتن اسماعيل حفني، كابتن عماد سليمان، كابتن خالد الحماش، اقول لك على حاجه يعني عظماء لعبوا للنادي الاسماعيلي ومنتخب مصر. عاوز اقول لك على حاجه، ما فيش واحد قاعد على الكرسي عاوز يجيب واحد احسن منه. اعيدها تاني يعني ألو. يعني ده ما فيش واحد قاعد على الكرسي هيجيب واحد اقوى منه تمام، بس برضه لهم كل الاحترام والتقدير لان الجمعيه العموميه جابتهم. بس انا قلت حاجه، انا بقول لك انا لو قاعد على الكرسي مش هجيب اقوى مني. يعني هجيب اقل مني تمام، او هجيب واحد محتاج شغل هيقول حاضر ونعم. بس انا يا كابتن شايفهم يعني الفتره اللي فاتت يعني ماشيين كويس وبيجيبوا تعاقدات وشغالين اهو، نديهم الفرصه. حاجه جميله ماشي، حاجه جميله اتعملت، بس ربنا يستر على الفلوس، لان لسه الفلوس ما اتدفعتش طبعا، لان اللي هتدفع الفلوس الشركه الراعيه هي تعهدت انها تدفع الغرامات طيب. اللي علينا ويتخصم من الفلوس اللي عندنا. بتروح اخر سؤال يا كابتن سيد، بتروح تتفرج على ماتشات الاسماعيلي؟ انا بكمل دي، اكمل دي وبعدين اتفضل يا فندم. اتفضل. عملوا شغل كويس في الاخر. انه بداوا يتحركوا وتحركوا كويس تمام. اتفضل اسمع. لا اخر سؤال، بتروح تتابع مباريات الاسماعيلي من الملعب ولا بتتابعها من التلفزيون؟ لا من التلفزيون، انا من ساعه ما مشيت من نادي الاسماعيلي من 2019 ما رحتش اسماعيليه. ماشي زعلان؟ لا 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 لا، رحت بس يوم الانتخابات. وساعدت ثلاثه في الانتخابات، وللاسف يعني ما يعني الحمد لله يعني ساعدتهم وقفت معاهم بعد كده يعني بعد. لا لا، وقفت معاهم على اساس يخدموا النادي وما خدموش النادي. طب تقول اساميهم ولا تتحفظ عليها؟ لا يعني عشان ما نحرجهمش بس. لا انا معاك، ابقى معاك. بالتوفيق لنادي اسماعيلي يا كابتن سيد عبد الرازق بازوكا، التاريخ الكبير والرمز، بشكرك شكرا جزيلا.